أهلا بكم مشاهدينا الكرام، قد تكون أنت مصدر الخبر وقد تكون أنت المعني به. أخبار الناس برنامج نهتم فيه بأخبارك في محافظتك ومدينتك وقريتك في حيك وشارعك في كل مكان في مصر. هذا البرنامج نتلقى فيه مكالماتك ومشاركاتك وهو نافذة لك، لكن على عكس ما نقدمه في باقي نوافذنا هي أخبار مع وقف التنفيذ حتى نستوثق منها. نوصت إليكم بعناية ونرجو أن تتحروا الدقة قدر الإمكان في أخباركم. نتلقى اتصالاتكم على الأرقام الموضحة على الشاشة، كما يمكنكم مراسلتنا على ميل البرنامج peoplenews@aljazeera.net وكذلك عبر حسابنا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. عبد المطلب من أسوان، تفضل عبد المطلب. أيوة يا باشا، تفضل. الرئيس المؤقت يا باشا. ألو. نعم، مع حضرتك، تفضل حضرتك. الرئيس المؤقت من اعوان مبارك واقاربه، المنوفيه كفر المصالح مش كفر الفلحه، دول كفر المصالح. الكلام ده من السجل المدني. الو. ايوه معاك يا فندم، تفضل كمل. الرئيس المؤقت المنوفيه كفر المصالح مش كفر الفلحه، ده من اعوان مبارك واقاربه. الو. طيب يا استاذ عبد المطلب، في حاجه تانية عايز تقولها؟ يا باشا دي كل حاجه، ما كده خلاص، ما هي دي كل حاجه. ما الرئيس المؤقت يعني مبارك، يعني من اعوان مبارك واقاربه، يعني حاجتي تاني، ما هو كده خلاص. طيب ألو. هل في مشاكل عندك انت في اسوان حابب تتكلم عنها؟ سينا دي تلت الفئة مصر، صندوق كنز مغلق. ليه ما اتفتحش لحد دلوقتي؟ علشان مصلحة إسرائيل، وعشان مصلحة إسرائيل هتبيدوا غزة، وعشان مصلحة إسرائيل هديتوا الأنفاق، وعشان مصلحة إسرائيل بتعملوا كل حاجة. الإمارات اللي أنتوا الإمارات اللي هم رايحين يركعوا تحت رجليها هي اللي كانت بتمول الحرب في مالي، هي اللي بتمول فرنسا للحرب في أفريقيا الوسطى، وهي اللي بتدفع فلوس دلوقتي لمحمد دحلان اللي هو بيدبر المؤامرات في كل ارض عربيه علشان يبيد غزه بمباركه السعوديه زي ما حصل في سوريا. طيب الى الله المشتكى، حسبنا طيب. الله ونعم. استاذ عمر من البحيره، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. استاذ محمد من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بحيي قناه الجزيره، بحيي الاستاذ محمد القدوسي، يعني بحيي اللي في
للأسف الشديد فقدنا الاتصال. فيما يتعلق أيضا مشاهدينا الكرام بالأخبار المحلية، في محافظة السويس دخل نحو 5000 عامل بشركة سيراميكا كليوباترا بالسويس في إضراب مفتوح عن العمل مجددا بالمصانع الخمسة بعد فشل المفاوضات مع رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة. كانت اللجنة النقابية اجتمعت مع أبو العينين أمس الأول ورفض تنفيذ مطالب العمال بصرف أرباح عام 2012-2013 وصرف بدل مخاطر وتوفير الصحة المهنية والتعاقد مع شركة رعاية طبية. الأستاذ جمال من دمياط. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أستاذنا. أيوة. حضرتك بس كنت عاوز أستفسر بس يعني لو سمحت عن استفسار كده. اتفضل. دلوقتي أنا راجل كنت في الجيش. وبعدين دايما يقول لي مثلا أول ما دخلت الجيش أنت أول شيء تنساه هو كرامتك، يعني كرامتك وكده تنساه أول ما تخش الجيش. ده بيقول لك مين اللي كان بيقول لك الكلام ده يا أستاذ جمال؟ الضباط والصف الضباط وكله يعني أول شيء تنساه هو كرامتك. انت خلاص دخلت هنا خلاص. عفوا. ليش انا اخدم بلدي سنتين يعني يترد عليا بالمرد ده، او انا مثلا ده جزاتي او كده. يعني ايه المقصود بانك انت يعني تنسى كرامتك؟ يعني هل المقصود انك انت تمتثل لاوامر القاده الموجودين و ايوه نعم، وما يكونش لنفسك نعم حظ من ال... من من اي امر من الامور اللي بتنفذها جوه الجيش، ولا يعني ولا ايه المقصود يعني بانك انت تنسى كرامتك؟ يعني هو حضرتك المقصود ان انا الاوامر اللي اخدها انفذها وبس، مهما كانت هي او مهما كان اي شيء، انا بس انفذ الامر بس، يعني ماليش اي طلبات، ماليش اي حاجه ان انا طيب اخده من اي حد حتى لو صف ضابط. يعني عفوا مثلا مع الاعدادي، يعني ما هو مثلا معاه شهاده عاليه ولا شيء، مع الاعدادي ويسيب لنا الدين ويعملنا اوحش معامله عليه احنا ما ندري. يعني انا ما ادري ليش انا ضيعت مثلا عمري سنتين في الجيش، احلى سنتين عمري، عشان اخدم بلدي اخش اول ما اخش يتهان. ليه اتهان انا؟ بس انا عن نفسي حد مثلا في الجيش او كده او اي حد يرد علي، يعني انا بتصل بالجزيره بقالي 3 شهور عشان اسال السؤال ده. تسال السؤال اللي هو ايه؟ اللي هو انا ليه ايش ذنبي ان انا اروح اخدم بلدي اتهان بس كده. طيب يعني انا اضيع اجمل سنتين عمري في جيشي عشان اتهان. انا عاوز حد يرد علي. طيب شكرا، شكرا جزيلا للاستاذ جمال من دمياط. استاذ محمود من اسيوط. استاذ محمود. السلام عليكم استاذ محمد. عليكم السلام. انا عايز ارد على الاخ اللي اتصل قبليه من ثواني، اقول له حضرتك دخلت الجيش كان المجتمع بتاعنا في مصر خلاص بقي ساده وبقى عبيد، والساده مش عايزين العبيد تعيش. الساده خلاص عارف ان هم سياد الناس، ومهما صارت العبيد هم في دماغهم كده تصوروا مهما تصوروا ما فيش فايده. احنا اسيادكم، هم كانوا بيقولوا زمان الاخوان قالوا ان يحكمكم من يقتلكم. دلوقتي برضه هو النظام. في اي مكان بنتناقش مع بعضينا اول واحد بختلف معه، وبصراحه بحس يعني هم في النقاش يمكن جامدين في النقاش ومحظوظين في النقاش شويه كده، بس هو المجتمع بتاعنا خلاص خد على كده. الضابط عارف ان هو ضابط، بيربوه بيرضعوه اساسا في كليه الشرطه اللي هو فيها على اساس ان هو سيد للناس دي كلها. بص تلاقي سيادتك ضابط ما كملش 21 سنه، عنده 60 سنه 65 سنه في جسمه، ممكن يتشتم، ممكن يتضرب، ممكن يتعذب، ممكن يتهان، ما فيش اي مشاكل، ممكن يموت برضه ما فيش اي مشكله. ده المجتمع اللي احنا عايشين فيه. حسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا ينتقم منهم، وانا كل ان شاء الله قاعد لهم في عيالهم، وبيرجع برضه عليهم سبحان الله مهما يعمل. هم برضه زي ما حصل بالضبط امن الدوله اللي مات اليومين اللي عدوا وكسروا زميل، ان شاء الله رب يضرب الظالمين بالظالمين ويخرجنا ما بين هذول المسالمين. وبنشكر قناه الجزيره اولا واخيرا، وبنشكر محمد محمود بن اسيوط. استاذ اشكرك.
اشكرك شكرا جزيلا. استاذ محمود من جنوب افريقيا. استاذ محمود استاذ محمود الو اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك انا من بني سويف مش من جنوب افريقيا. استاذ محمود من بني سويف. من بني سويف. الزملاء في الكنترول. طيب مع عفوا يا استاذ محمود اتفضل حضرتك. والله يا اخي انا كنت عايز اقول على مشكله مشكلتين في بني سويف. انا اصلا في الدوحه هنا بس المشاكل اعرفها عن طريق بدري في بني سويف. المشكله الاولى هي عندنا في الخط الزراعي طريق ده جديد في المنطقه الزراعيه بتاعتي. بيربط طريق صحراوي طريقين صحراويين ببعض. فهذه المشكله اللي فيه اصبح موضوع الحراميه سلكه الماشي بينزلوا من على الخط وينزلوا معاهم سلاح. ايوه سامعني يا فندم؟ سامعني يا فندم؟ الكلام ده يعني الظاهرة دي ظهرت من أول شهر 2 فبراير الماضي للحين شغالة الظاهرة دي. ومفيش شرطة مفيش أي شيء مفيش كمائن على الطريق مفيش حاجة ويهددوا الناس بالسلاح وياخدوا ماشيهم قدام عينيهم. الحاجة التانية أنا كنت عايز أعلق على الموضوع بس كده معين. كان في حادثة اغتيال حصلت معانا عندنا بني سويف أمناء الشرطة لو تذكرها حضرتك. هذه الحادثة بعد ما الحادثه حصلت ففي قناه مش العشيره مساء برنامج استاذ وائل ابراشي فراح صور هناك في على اساس في ناس هناك بتكره الاخوان وكده عشان ان هم اتهموا الاخوان ان هم اللي دبروا العمليه دي. فاللي شفته في اللقاءات اللي جت اللي هو اللي نقلها على قناه دريم ان هم نقوا مجموعه بلطجيه معروفين وبيطلعوهم قدام الكاميرات وينادوا باعدام الاخوان. فعرفت ان الشعبيه اللي هم بيعملوها او كره الاخوان اللي بيظهروه هم على قناتهم انها حاجات زائفه كلها بيجوا بينقوا ناس معينه ما بيجوش بالصدفه او يعني بيرتبوا الامور قبل ما يروحوا وبينقوا الناس ان هم طبعا الناس طبعا اعداء الاخوان بطبيعه عملهم بيطغوا وبياخدوا الاراضي بوضع اليد وكده. فيعني اتضح لي ان هي الشعبيه اللي عاملها الاعلام للسيس واعوانه هي شعبيه زائفه وعن طريق ناس معينين. طيب. يعني احنا في عندنا البلد كلها بيحبوا الاخوان يعني لافعالهم مستبقه مع المجتمع وما فيش الكره اللي هم بيبثوه ده. طيب اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود من بني سويف. الاستاذ محمود من الشرقيه ايضا. استاذ محمود من الشرقيه يعني الاستاذ محمود ايضا لكن من جنوب افريقيا. اتفضل يا استاذ محمود. الو السلام عليكم. الاخوان المسلمين. تعليقا على اللي حصل النهارده الصبح من حادث اغتيال بعض جنود الجيش المصري فانا بتهم السيسي اتهام مباشر ان هو راى التفجير وعندي الادله. لو شهدنا الاحداث بالامس وما حدث إيه الأدلة؟ في غزه الادله ما انا اقول لكم الادله ما شهدنا بالامس ما حدث في غزه وانفراد فصيل غير الاخوان غير حركه حماس لاضراب صواريخ على اسرائيل بدون تنسيق مع حماس لعل وعسى ان اسرائيل تخش في هذه الفتره بالذات لتقضي على حركه حماس لتعاون الجيش المصري معها. فالسيسي عمل هذا الموضوع ليضرب عصفورين بحجر. من ناحيه يبقى عندي مبرر ان لو اسرائيل خدت خطوه لغزو حماس هو هيقول ان انا هخش من الناحيه الثانيه امن الحدود بتاعتي. ومن الناحيه الثانيه ان هو شايف المظاهرات بتنتشر وبتكبر وبتزيد. برضك هو عودنا ان قبل كل زخم ثوري يعمل ايه تفجير ويقول لك في النهارده تفجير ما فيش النهارده تفجير في الكريسماس في تفجير 25 ما فيش تفجير. هو بيحدد الارهاب ليس له زمن وليس له مكان وليس له زمان. اما هو بيحدد الاهداف ويقول بكره فيه او ما فيش بكره فيه فده طبعا لعبته اللي هو بيلعبها واللعبه دي مكشوفه وان شاء الله رب العالمين يعني وان غدا نزول قريب الاعدام لك يا سيسي شنقا في ميدان طيب. رابع العدوي. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود.
استاذ احمد من السعوديه. ايوه اتفضل استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا استاذ احمد. الموضوع موضوع النهارده. طيب استاذ احمد هستاذنك يعني هنفصل وحضرتك تتابع الحلقه كويس من اولها وبعد كده تعمل معانا مداخله بعد ما تكون عرفت لا كويس الموضوع. لا انا عاوز اتكلم على السيسي، انا بس عاوز اتكلم على السيسي ده اهو. هو الموضوع يا استاذ احمد البرنامج معمول لتلقي الشكاوى من المواطنين فقط ليس الا، يعني بالنسبه للاراء السياسيه لها برنامج اخر. اشكرك. في محافظة الإسكندرية تعاني منطقة المكس من إهمال فادح من قبل المسؤولين لعدم تطويرها والاهتمام بها، خاصة أن سكانها من الصيادين البسطاء قد وصلوا إلى قرابة 15,000 صياد بلا ميناء أو رصيف أو كتل صخرية ويواجهون الكثير من المخاطر، حيث أن المنطقة البحرية مغلقة مثل نظيرتها في الميناء الشرقي، فتتعالى الأمواج أكثر في المكس وتطيح بكل من يقابلها. كما يعاني الصيادون أيضا وأسرهم من سكان منطقة المكس من إهمال وزارة البيئة التي تعلم أن شركات البترول والكيماويات المحيطة بالمنطقة تلقي صرفها وسمومها في مياه الترعة والبحر معا، مما سبب تلوث المياه وقتل الأسماك وحرمهم من الصيد. كما أن هذه المواد خاصة مادة الرصاص تزيد من هشاشة العظام وتصيب الإنسان أيضا بالفشل الكلوي في حالة وجوده بهذه المياه أو تناوله لهذه الأسماك. وليد من الدوحة. استاذ وليد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. والنبي لو سمحت انا بس بحيي قناه الجزيره مبدئيا. اشكرك. وبحيي العاملين فيها وبحيي قطر. وانا عايز اتكلم بس بالنسبه لبعض المشاكل الموجوده عندنا في الطريق الدائري. الطريق الدائري دوت اللي هو بيربط القاهره من اولها لاخرها بطول 60 كيلو متر. للاسف الحكومه طبعا شغلت نفسها بان هي بتجري ورا رافضي الانقلاب وبتجري ورا الطلبه في المدارس، والجيش بتاعنا ساب الحدود ونزل يجري ورا الطلبه في المدارس عشان كل حد يعمل اشاره رابعه يقبض عليه، وساب البنى التحتيه متدهوره. الطريق الدائري بطول 60 كيلو متر يمكن لا يصلح انه هو يبقى طريق حتى زراعي، لا يصلح انه تمشي عليه عربيه كارو، مش عربيه عربيات نقل وعربيات صغيره وعربيات ميكروباصات والكلام ده. الطريق مكسر والزباله والقمامه مرميه عليه في كل جنب وفي كل ناحيه. وعلاوه على ذلك انه انا اول مره في حياتي اشوف دوله بطول مصر او بحجم مصر لا يوجد بها اشارات مرور، لا يوجد بها كاميرات مراقبه على الطرق. عدم اهتمام من الحكومه، لان الحكومه شغلت نفسها بامور اصلا من المفروض ان هي تسيبها، شغلت نفسها بالمعارضين للانقلاب العسكري، وان شاء الله هيسقط الانقلاب، وان شاء الله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيجيب النصر قريب جدا. وربنا قال في القران: ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. فان شاء الله سبحانه وتعالى متاع قليل، وبامر الله بعد منها هيجي لنا النصر باراده الله سبحانه وتعالى. طيب. الحكومه شغلت نفسها بانها تفرض ضرائب على المغتربين. المغترب اللي ساب البلد اصلا وخرج بره البلد من ظلم واضطهاد وعيشه مترديه وخرج بره عشان يشوف لقمه العيش بره، للاسف عايزين يفرضوا عليه ضرائب علشان يزيدوا عليه العبء اكتر واكتر. ربنا سبحانه وتعالى المستعان، وان شاء طيب الله نصر ربنا قريب. اشكرك شكرا جزيلا استاذ وليد من الدوحه. استاذ ادهم من بني سويف. استاذ ادهم. استاذ ابراهيم من الشرقيه. تفضل استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم. الو. تفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. هو بس في حاجه، بس احنا بس عايزين وحده الصف دلوقتي اكتر من اللي احنا بنعمله اللي حضراتكم بتعملوه ده. يعني عايز اقول انه هو شق للصف. شق للصف ازاي يا فندم؟ يعني احنا عمال تظهروا المشاكل اللي في مصر. يعني لما مواطن بيعاني من مشكله معينه حضرتك مش عايز تتكلم عنها ليه؟
حضرتك في اول من اول من اول اللي اشتركوا معاك في البرنامج، في حد اتكلم على المشكله شخصيه؟ حقيقة لا، ما فيش حد اتكلم على مشكلة شخصية إلا واحد تقريبا بس. ده سؤالي. يعني أنا معظم الناس الهم العام الهم السياسي هو المسيطر عليهم بشكل كبير. طيب والهم السياسي أنتوا بتنقلوه لهم شخصي، الهم السياسي مش إحنا اللي نتكلم فيه، مش الشعب الغلبان اللي مش فاهم أصلا. يعني المعاناة اليومية ديت الناس ما تتكلمش فيها يعني. في حد اتكلم فيها حضرتك النهاردة؟ لا النهاردة كله بيشتم مثلا في الحكومه، بيشتم في السيسي، بيشتم في معرفش ايه، ده كله ملوش لازمه. احنا يعني حدد برنامجك، حدد البرنامج، البرنامج متحدد اهو كل حاجه، بس كل اللي بيشتركوا مع حضرتك ما حدش بيتكلم على مشكله شخصيه. طيب هل حضرتك عندك مشكله معينه حابب تتكلم عنها؟ انا مشكلتي على فكره، مشكلتي الشخصيه في برنامجك ده اللي ملوش، يعني انا حاسس انه ملوش هدف غير هدف واحد بس، هو ان احنا مثلا عايزين نظهر ان شكل الحكومه زفت، ونظهر ان مصر زي الزفت، وما اعرفش ارتفاع اسعار وما اعرفش ايه، والكلام ده كله ما فيش منه. في فعلا هقول لك ان في فعلا قطع كهرباء، وفي فعلا ما اعرفش ايه، مش هقول لا ما فيش، بس احنا بنحاول يعني نعمل هيدلاين جامد قوي جامد قوي على حاجات يعني ممكن تتحل ببساطه. اللي هي ايه اللي ممكن تتحل ببساطه يا استاذ موضوع الكهرباء، احنا مش نقدر نستحمل موضوع الكهرباء، فعلا تقطع الكهرباء كل يومين ثلاثه ساعه في اليوم. مش هنكر عليك. يعني حضرتك بتطالب المواطن يستحمل ولا بتطالب الحكومه ان هي تعالج المشكله؟ نستحمل. انت دلوقتي في وضع عامل ازاي؟ انت في وضع عامل ازاي؟ تستحمل ولا نزود الامور ونصعب الامور ونزودها؟ طيب هل كل المواطنين مجبرين ان هم يستحملوا زي ما حضرتك قررت انك انت تستحمل، ولا من حق بعض الناس ان هم يشتكوا؟ ما قلتش كل المواطنين مجبرين ان هم يستحملوا، ما قلتش كده خالص. بس احنا في وقت دلوقتي مش وقت عادي، صح ولا لا؟ يعني احنا مش وقت عادي. مش وقت ايه؟ في مشاكل في مش وقت عادي يعني. يعني حضرتك شايف ان المرحله مش عاديه يعني؟ مرحله مش عاديه بس. ده قصدي. طيب حضرتك شايف المعالجه ازاي تتم؟ يعني معالجه كل المشكلات ديت، ومعالجه كل الازمات ديت، ومعالجه حتى انتقاد الناس لاداء الحكومه، حضرتك وانتقاد الناس للسيسي، يعني حضرتك شايف الازمه دي تتحل ازاي؟ حضرتك شايف ان معالجتها بالبرنامج بتاع حضرتك ده؟ طيب بغض النظر عن البرنامج، بغض النظر عن البرنامج، حضرتك شايف انها تتعالج ازاي؟ عن مشاكل شخصيه، يا ريت حد يتكلم عن مشاكل شخصيه من اول البرنامج، يا ريت. طيب لا بغض النظر عن حتى فكره البرنامج او ما تم في الحلقه دي، حضرتك شايف الازمه في مصر تتحل ازاي؟ انا مش هقدر اقول انها تتحل ازاي. أنا مشكلتك في البرنامج اللي مش ليه هدف. طيب يعني دي المشكله الوحيده عندك بالنسبه لك يعني؟ دي الوحيده، لكن الحياه عاديه خالص، احنا مش عايزين الحياه موجوده في مصر، عاديه جدا عاديه جدا. وعايشين زي ما كنا عايشين، ويعني مش عايز اقول لك مش في اي حاجه اختلفت يعني؟ لا ما فيش حاجه اختلفت. قول لي ايه اللي اختلف؟ الكهرباء كانت بتقطع من 3 4 سنين، كانت بتقطع من 5 سنين، كانت بتقطع. ما فيش حاجه جديده. مش شايف ان الوتيره زادت شويه يا استاذ ابراهيم؟ الوتيره زادت شويه يعني، الامور زادت شويه فيما يتعلق بغلاء الاسعار، فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء المتكرر. طب رغم الوعود يعني، رغم ان كان في وعود كبيره جدا. لو بصيت على التاريخ بتاع مصر هتلاقيه يعني من 40 سنه من 50 سنه هو غلاء الاسعار هو. تمام. ونفس اللي كان بياخد دلوقتي 100 جنيه من حوالي 10 سنين ولا 20 سنه بياخد النهارده 1200 جنيه و5000 جنيه، يعني فاهمني؟ ما هو غلاء الاسعار بيقابله زياده الرواتب، او زياده الرواتب بيقابلها غلاء في الاسعار. بس مش اكتر من كده. فانت شايف الاحوال والاوضاع كما هي يعني في فتره مبارك، زي ما فتره مرسي، زي ما فتره السيسي؟ حضرتك قول لي ايه اللي اختلف؟ ما فيش فتره اسمها فتره السيسي. برضه شوف حضرتك بتوصلني ليه؟ ما فيش حاجه اسمها السيسي، السيسي وزير دفاع مش رئيس جمهوريه. يعني حضرتك شايف ان هو مش الحاكم الفعلي للبلد؟ الحاكم الفعلي للبلد هو لا، انا مش شايف ان هو الحاكم الفعلي، هو راجل وزير دفاع. ده اللي انا شايفه. واحنا على كل حال بنحترم وجهه نظر حضرتك استاذ ابراهيم، اشكر حضرتك للمداخله، واشكرك حتى لانتقادك للبرنامج، اشكرك شكرا جزيلا. معنا اتصال اخر، محمد من اسكندريه. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. معك استاذ طارق من اسكندريه. استاذ طارق اتفضل يا فندم. انا اسال حضرتك سؤال، هو احنا في حاجه في الدنيا في اللي احنا عايشين فيها ما فيهاش مشاكل؟ في حاجه احنا مرتاحين فيها؟ عشان الاستاذ اللي بيتكلم مع حضرتك، هو احنا عندنا امل بعد ربنا غير قناه الجزيره؟
فين الحقيقه الواقعيه اللي ما يرضي الله؟ عايز حاجه واقعيه في بلدنا دلوقتي غير قناه الجزيره بالنسبه لنا كمواطن. عايز حاجه غير قناه الجزيره؟ هو ده احنا بنحسوه، ده احنا في الشارع فعليا، الوسائل اللي بتكلمك ما مشيش في الشارع. يعني هو شايف ان المشاكل هي نفس التهميش للمواطن الفقير، نفس الظروف الامنيه، نفس القمع ضد المواطنين، هو شايف كده. لا انا عايز اقول لحضرتك اللي احنا عايشينه فعليا بقى مواطنين ومن اسكندريه، بقول لحضرتك رجع النظام القديم زي الاول. طيب ايه مشاكلكم في اسكندريه يا استاذ طارق؟ اللي انت شايف ان هي زادت عن حدها يعني. زادت، مفيش حاجه ما فيهاش فساد، الفساد رجع في كل حته ارشع من الاول. ازاي يعني؟ اديني مثال. اديك مثال حضرتك، مثال اقل حاجه انا بعيشها كمواطن هي المحليات، هي المحليات يوميا، ان انا بصحى من النوم الزباله، الصرف، الطرق، كل الكلام ده معدوم عندنا في اسكندريه، والاولى غير كده يبقى راجل انا ما اقدرش اقول لك يعني، تعالى حضرتك شوف اسكندريه في اقرب مكان، عندنا مكان صغير جدا في اسكندريه يعتبر في الدخيله. في كنيسه معروفه عندنا في الدخيله، المكان ده عشان اي حد يعدي منه عايز له ساعه من الزمن. تعديله ما يستغرقش 200 جنيه، اي مواطن تقول له ادفعهم يدفعهم. وما الا الحكومه حاليا بتعاملنا حضرتك ان هم يقبضوا علينا زي ما كانوا بيعملوا الاول ويبيدوا الناس عشان خاطر هم يعيشوا، لان كل المؤسسات اللي ماسكه الدوله حاليا كلها مؤسسات فاسده، وكل الشعب المحترم اللي فاهم اللي خايف من ربنا عارف ان كل مؤسسات الحكومه حاليا فاسده كلها. طيب اشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق من اسكندريه. استاذ امل من السعوديه اخر اتصال. استاذ امل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. طبعا انا بشكر قناة الجزيرة يعني، ربنا يخليكم، تعمل زيك حضرتكم. اشكرك يا فندم. انا سمحت الاستاذ اللي كان متصل بيقول يعني ما ينفعش تتكلموا عن السياسة، يعني دي مشاكل، ما كل المشاكل اللي بتحصل لنا من السياسة نفسها. يعني دلوقتي ما فيش لا رواتب لا اقتصاد لا، وكل حاجة بايظة. يعني انا مثلا بكلم خالتي في مصر بتقول لي ان المكنسة بتاعتها باظت والثلاجة وكل حاجة بايظة. الكهرباء بتقطع من كتر ما الكهرباء بتقطع ما وجدت لها حاجه، ما فيش رواتب ما فيش حاجه، فيها دلوقتي هتعمل ايه؟ هتعيش منين؟ هتجيب منين؟ ما دي مشاكل حصلت لنا احنا بس من السياسه نفسها. طيب اشكرك شكرا جزيلا استاذه امل من السعوديه. بهذا الاتصال نصل الى ختام هذه الحلقه من اخبار الناس، نشكر لكم طيب المتابعه مشاهدينا الكرام، والى اللقاء.